بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج الانسان والحيوان طبعا زي ما بنقول كل مره علاقه الانسان والحيوان علاقه وطيده علاقه وثيقه علاقه فلوس علاقه منفعه علاقه حب علاقه وفاق علاقه رفق جميع العلاقات الانسانيه بنلاقيها في علاقه الانسان والحيوان ومن هنا ده طبعا بيجي أهمية الطب البيطري أهمية الطب البيطري كناحية اقتصادية كناحية ثروة حيوانية كناحية بالنسبة لتعاملاتنا اليومية في كل الأغذية في كل حاجة طبعا الملفات بتاعة الطب البيطري ملفات كتيرة قضايا كتيرة يمكن احنا حلقتنا النهارده عاوزين نطور الطب البيطري من وجهه نظرنا كنقابه من وجهه نظرنا كاطباء بيطريين يمكن اهم نقطه في التطوير يعني نقط كتير جدا بس النقطه اللي هنركز فيها النهارده النقطه تطوير عام بالنسبه لناحيه النقابه وتطوير بالنسبه للدواء البيطري بيشرفنا اليوم يكون متواجد معانا الدكتور خالد سليم نقيب الاطباء البيطريين بالقاهره نقيب العاصمه ويشرفنا يكون معانا دكتور طارق اللمعي رئيس مجلس اداره شركه ادويه بيطريه اهلا وسهلا اهلا بكم معانا هنبدأ مع دكتور خالد ودكتور خالد هو طبعا نقيب الأطباء البيطريين بالقاهرة فترة كبيرة جدا يمكن مش هقول يعني ممكن يخش في 8 سنين حاجة كده الحمد لله يعني هو من أنشط الأطباء البيطريين على الساحة وفي نفس الوقت يعني النقطه الثانيه طبعا انه هو دكتور خالد مرشح ليوم دول الانتخابات بتاعه النقابه ان شاء الله يوم الاربعاء القادم الموافق 26 8 انتخابات نقابه الاطباء البيطريين فهو دكتور خالد من ضمن المرشحين لمنصب نقيب الاطباء البيطريين مصر طبعا بيسعد القناه قناه الصحه والجمال اللي هي تواجد دكتور خالد معانا ويمكن القناه كانت سباقه ان هي في كذا مرشح احنا قدمنا له دعاوي وفي كذا مرشح فعلا جه القناه سواء في البرنامج بتاعي او برنامج تاني وفي بعض يعني الناس او المرشحين او الاطباء المرشحين يعني ما وديوش يجوا او ما تابعوش معانا آه بعد كده لكن بنشكر دكتور خالد على تلبيه آه طلبنا طبعا وان هو جنة واول حاجه بنقولها له طبعا آه دكتور خالد ايه رؤيه حضرتك المستقبليه وايه اول حاجه حضرتك شايفها نقدر نقدمها كنقابه آه للاطباء البيطريين اللي احنا بنقول نقابه يعني طبيب بيطري بسم الله الرحمن الرحيم اولا انا بشكر حضرتك جدا على اتاحه هذه الفرصه والاجمل ما في الفرصه انه انه مقدم البرنامج هو زميل عزيز واخ نعتز به جدا الدكتور محمد توفيق الاعلامي الـ الـ ان شاء الله نشط وحضرتك ليك باع طويل آآ في آآ اشياء كثيره تمتل المهنه بالصله آآ قويه آآ تدعم تواجدها في على المحفل المحلي وعلى آآ المستوى آآ مصر آآ في كافه محافظات مصر بالنسبه للانتخابات النقابه مبدئيا هو انا يعني بتشرف انه انا مرشح نقيب عام لاطباء بيطريين مصر المهنه الجميله اللي كلنا بنعتز بالانتماء اليها واللي اتمنى ان شاء الله انه يكون يوم الانتخابات يوم عرس لنا جميعا ونحتفل جميعا بخروج اليوم بشكل جميل وراقي يليق بنا كاطباء بيطريين وكمهنه ساميه يعني من يمتهنها هو من يتعامل مع الحيوان الذي لا ينطق فالشخص او الانسان الذي يحس بهذه الاحاسيس من خلال حيوان لا ينطق اكيد هو مرهف الحس وبالتالي تعاملاتنا اكيد ستكون على مستوى هذا الرقي والاحساس الذي باذن الله يخرج اليوم بشكل جميل وحتى من يوفق الجميع سيهنئه ومن لم يوفق هو, هو ليس عدم توفيق هو كلنا في الاخر يعني في بوتقه واحده وفي مركب واحد لصالح مهنتنا وعدد المرشحين الكثير هذا شيء يسعد الانسان لان هذا معناه انه هناك كثير من الزملاء عندهم النيه الخالصه والمخلصه لخدمه مهنتهم فانا اشكرهم جميعا واتمنى للجميع التوفيق ننتقل الى سؤال حضرتك دكتور محمد اللي هو الرؤيه او الـ ايه المختصره اللي, المختصر اللي آه هي ايه اللي حضرتك هتبدا بيها ان شاء الله آه كنقيب اطباء بيطريين مصر هتبدا بايه اهم نقطه ممكن تبدا بيها احنا عارفين طبعا في نقاط هامه كتير جدا وفي قضايا كتير جدا مفتوحه وفي حاجات كتير جدا ما اتعملتش والاطباء البيطريين منتظرين الكثير والكثير فايه حضرتك اهم نقطه هتبدا بيها بداية بداية ممكن نبدأ بالآتي جزء داخلي داخل النقابة وهي لم الشمل وتعديل أو إصلاح البيت من الداخل وهذا يعني لا ينتقص من قدر الزملاء الحاليين بالعكس هم زملاء أفاضل نحترمهم جميعا ونقدر جهودهم واجتهادهم في 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 سبيل أن يرتقوا بالمهنة ولكنها سلسلة من حلقات متصلة متتابعة من سيلي الأمر في بعد اسبوع من الان سيكمل ما تم البناء عليه باذن الله. اللائحه الداخليه للنقابه هي هي احد الحاجات او الاشياء المطروحه هي ليست اللائحه الحاليه جيده ولكنها تحتاج الى بعض التعديلات البسيطه التي تحدد محددات ثابته للصرف وبالتالي تحد من امكانيه ان يكون فيه صرف ازيد من المعقول على بعض البنود. لكن اجمالا اللائحه انا لا ارى انها تحتاج الى تعديل جذري مثلا لم الشمل في الفتره الاخيره يعني نتيجه الزخم الانتخابي وحماس الزملاء لخدمه مهنتهم حدث بعض الخلافات وبعض الاختلافات ما بين الزملاء ولكن في النهايه كلنا يهدف للمصلحه العامه فنحتاج الى ان نتكاتف جميعا ونتعاون جميعا وتاتي الانتخابات بمن تاتي به سيخدم المهنه وليلتف الجميع حول من يوفقه الله او يقدر له الله تحمل الامانه وبالتالي فنحن نحتاج الى ان نتحد حتى نستطيع ان نخرج بفكر جيد يخدم مهنتنا على المستقبل القريب والبعيد. بالنسبه للهموم والاهداف غالبا هي كلنا متفقون على ان قانون المهنه يحتاج الى ان يرى النور قريبا كلنا متفقون على ان زملائنا الحكوميين يحتاجون الى اقرار الكادر واقرار بدل العدوى مثلنا مثل, مثل زملائنا من باقي الاطباء، طبعا بدل العدوى هو في نقابات اخذت حكم قضائي ولكن لم يتم تطبيقه حتى الان، نتمنى في المستقبل القريب ان يتم اقرار بدل العدوى لكل المهن الطبيه ومن ضمنها الطب البيطري او على راسها باذن الله. قضيه التعيينات وقضيه تبني مشروعات صغيره لصالح زملائنا لنظره خارج الصندوق حتى يتم ايجاد فرص عمل لشباب الاطباء البيطريين الذين لم يصيبهم التعيين او ايجاد فرص عمل اضافه الى الخدمات النقابيه المتعدده من مشروع علاج او دعم اجتماعي او دعم طبي لزملائنا او مشروعات اخرى كالتدريب وهي يعني من المشروعات الهامه جدا اضافه الى التفكير في مشروعات اسكانيه اذا امكن من خلال جمعيات اسكان توفر وحدات من خلال مشروع العياده المتنقله في كثير من المشروعات التي ممكن جميعنا نتكاتف في في سبيل ان ترى النور لخدمه مهنتنا وزملائنا الافاضل هو دكتور خالد كده دخلنا الموضوع كمان رؤيته المستقبليه وبعض الحاجات المختصره طبعا عشان خاطر وقتنا فقال لنا بعض الحاجات المختصره وكويسه جدا بس طبعا حط في الاوليات او اهم حاجه عنده هي تغيير واصلاح اللوائح والقوانين الداخليه ودي محتاجه سواء كانت داخل النقابه او حاجات ليها علاقه بالطبيب البيطري والمجتمع ودي هامة جدا واللي بتسويها او بتيجي معاها برضو اللي هي اصلاح العلاقة بين النقابة والتنفيذين اللي شهدت الفترة اللي فاتت صفر علاقة بننتقل مع دكتورنا الجميل دكتور طارق اللمعي رئيس مجلس اداره شركه ادويه ومن ناشطين وخبير في الادويه البيطريه ومن العناصر يعني الناجحه المبشره للاطباء البيطريين مثل الطبيب البيطري الشاطر المتفوق فطبعا بيساعدنا ان هو يبقى معانا في نقطه خاصه بمجاله اللي هي نقطه برضه مختصره عاوزينها مختصره دكتور طارق اللي هي نقطه تاثير قانون هيئه الدواء على قطاع البيطري عموما ودي نقطه هامه جدا وكل الاطباء البيطريين يعني بيسالوا فيها هيئه الدواء طبعا احنا خلصنا من هيئه الغذاء والحمد لله استسلمنا فناقص لنا هيئه الدواء البيطري طبعا بكرر الشكر لحضرتك طبعا على استضافتنا حضرتك اعلامي مجتهد قبل ان تكون طبيب بيطري متميز ونقابي دايما في وضع متميز جدا باذن ربنا سبحانه وتعالى بشكر المشاركه مع دكتور خالد سليم النقيب القريب الى قلبي واتمنى لي التوفيق باذن ربنا سبحانه وتعالى وبحب اوجه التحيه لكامل اخواتنا وكامل اساتذتنا على صغور الطب البيطري في مختلف مجالاته الاطباء البيطريين في المحاجر الاطباء البيطريين في الفيلد الاطباء البيطريين في كل قطاعات الطب البيطري واخص الاطباء البيطريين في مجال الدواء لان انا معظم شغلي تقريبا في مجال الدواء طبعا الفترة الاخرانية الدولة كلها شهدت قوانين جديدة دخلت فيها القوانين دي ابتدت تعيد هيكلة امور كتيرة جدا في الدولة وكان من اهم القوانين اللي اثيرت واللي هتأثر على مجال العمل بتاعنا هو قانون هيئة الدواء قانون هيئه الدواء قانون مكتمل تجربه عالميه تجربه متميزه أه تم ممارستها في دول كثيره واثبتت نجاحها في تنظيم عمليه الدواء لان الدواء هو اللي بياثر على صحه الانسان وصحه الحيوان واي خلل فيه بيؤدي الى الفقد الكثير في أه أه الشعوب فاحنا بنتكلم دلوقتي على قانون هيئه الدواء قانون هيئه الدواء نص صريحا في أه أه في تاسيس طبعا هو القانون رقم 151 لسنه 2019 واللي تم التصديق عليه من السيد رئيس الجمهوريه طبعا القانون مذكور فيه توصيف للمستحضر الدوائي ومن ضمنه المستحضر الدوائي البيطري نصا صريحا ان الدواء البيطري موجود فيه وطبعا تم التركيز على ان الاليه التنفيذيه بتاعه القانون تشمل تسجيل وتصنيع وبيع وتداول وتخزين الدواء البيطري طبعا الدواء البيطري بيشكل بالنسبه للدكتور البيطري هو مصدر دخل ثابت لان الطبيب البيطري بيطلع الشغل بتاعه بيعتمد على انه هو بياخد مقابل الكشف بتاعه بياخد مقابل الربحيه من الدواء البيطري طبعا الدواء البيطري ده احنا ما نقدرش نتراجع عنه وما نقدرش نتخلى عنه دي مرحله احنا فوتنا بيها عاوزين نفرق كويس جدا ما بين قانون مزاوله مهنه الصيدله وما بين هيئه الدواء البيطري هيئه الدواء البيطري هتعيد هيكله حتى مزاوله مهنه الصيدله احنا بنقول ان القانون ده احنا اهملنا في التواجد فيه لان القانون ده تم التصديق من السيد رئيس الجمهوريه على مجلس اداره الهيئه بالكامل، مجلس اداره الهيئه يشمل رئيس للهيئه بدرجه وزير ونائب لرئيس الهيئه بدرجه نائب رئيس وزير وتسعه موجودين معايا في نفس التشكيل دول اصواتهم معتد بها، طبعا لا يشملوا اطلاقا طبيب بيطري واحد ولهذه ولهذا المجلس امكانيه الاستعانه ب او فنيين من المجالات الاخرى الاستعانه بالراي ولكن رايهم غير ملزم فاحنا كطباء بيطريين مش موجودين في التشكيل وموجود الدواء البيطري ضمن التشكيل ودي كارثه طبعا والله طبعا هي و... هي هي طبعا وتاخدنا النقطة تملي انا بقولها ان انا كطبيب بيطري لو معيش دواء بيطري هرفض اشتغل كطبيب بيطري طبعا بس هي دي, دي الخلاصه طبعا انا بقول انا كطبيب بيطري بدون الدواء البيطري معايا انا مش هشتغل كطبيب بيطري او طبعًا. مش هبقى طبيب بيطري. طبعا طبعا. فاحنا دلوقتي في لحظه فارقه ما فات قد فات. القانون وضع والقانون تم خروجه للنور واشهر في الجريده الرسميه رقم 34 مكرر سنه بتاريخ 25 اغسطس 2019 صدر القانون خلاص الموضوع منتهي. ما تبقى لنا كاطباء بيطريين هو التعامل مع الهيئه بروح القانون لاننا لا نملك أن نغير القانون إلا إذا تغير بالكامل أو أو محاولة التغيير عن طريق الآليات التشريعية. إحنا بنوصي النقابة القادمة ونتمنى طبعا الدكتور خالد يبقى على رأسها بإذن ربنا سبحانه وتعالى إن هم يتعاملوا مع الهيئة بروح القانون. لأن ما ما فات خلاص قد انتهى. إيه اللي إحنا ممكن نستفيده من الهيئة؟ الهيئة هتيجي تنظم عملية تصنيع الدواء وتسجيله. تصنيع الدواء هو حق حق أصيل في الإشراف للصيدلة. تمام وتسجيل الدواء بيتم تحت اشراف الصيدلة وبحضور لجنه فنيه من الاطباء البيطريين ولكنها مش ليها الابر هاند اللي ليه ابر هاند برضه هو الصيادله ما تبقى هو دكتور طارق معلش انا في نقطه عاوز برضه ايه تحت آه عشان خاطر الاطباء البيطريين يبقوا فاهميننا يعني احنا عندنا شقين في الدواء البيطري وفي تمام. اضافات الاعلاف البيطريه تمام اضافات الدواء البيطري حاليا هو فعلا بيسجل تبع وزاره الصحه الدواء البيطري لكن اضافات الاعلاف فيتامينات وبميكسات والحاجات دي كلها تبع وزاره الزراعه، هل دي هتخش ولا دي خارج الموضوع؟ لا بالنسبه لاضافات الاعلاف واللقاحات هي ما زالت تتبع هيئه الخدمات البيطريه. ولكن في ظل وجود هيئه الدواء وهيئه سلامه الغذاء مفيش حاجه مضمونه بكره. يعني دي هيئات جت الاعضاء فيها وزراء. يعني هيئات تتبع لرئاسه الجمهوريه. فممكن بكره الصبح قرار يطلع والله يضم لي اضافات الاعلاف لهيئه سلامه الغذاء بحكم انها ممكن تاثر على صحه الانسان. فممكن تنضم بكره الصبح، مفيش مسلمات لان احنا زي ما بنقول الدوله كلها بتتغير. فهو ان الدوله بتتغير، حد كان يتخيل ان هو لما باني بيت في المخالف ان ده ينهد خلاص الدوله النهارده حازمه ودوله قويه، الدوله النهارده بتقدر تغير. فممكن بكره الصبح انت شايف ان في اضافات الاعلاف مش متزنه، والله ضمها لي على سلامه الغذاء، وعيد هيكلتها من اول جديد ايه المشكله؟ تمام؟ النهارده في الجمارك في حاجات قطاعات كامله بتتغير. ده ده, ده امر منتهي. يعني فاحنا اللي بنتكلم فيه ازاي احنا نستفيد من الهيئه وازاي احنا ما نستناش لما الهيئه تيجي تاثر على عملنا كاطباء بيطريين لان لما النهارده الهيئه يبقى ليها اشراف على بيع وتداول الادويه البيطريه ممكن نعامل في التفتيش زي الصيدله صحيح احنا بينزل علينا اشراف صيدلي وحضرتك ذكرت قبل كده الكلام ده وطبعا دي حقيقه يا دكتور خالد حضرتك ذكرت الكلام ده ودي حقيقه فعلا ولكن التفتيش الصيدلي لما يبقى نازل زي ما هو نازل على الدواء البشري لان القانون لم يفرق ما بين الدواء البشري والدواء البيطري فالاليه بتاعه التفتيش والتتبع والتخزين وكله ممكن تبقى بالكامل تبيكالي يعني زي الصيدلة لكن هو ما, ما ذكرش في القانون شيء محدد يخص الطب البيطري في التفتيش اطلاقا أهل. ما فيش الكلام اطلاقا الاثنين يستوى ما هي دي نقطه في صالحنا ان هو عدم تخصيص بنود مخصصه للدواء البيطري في القانون ده دي نقطه تعتبر يعني بالنسبه لنا احنا نقطه مضيئه او نقطه يعني في صالح استخدام الدواء البيطري وتداوله من خلال الطبيب البيطري او ما، وتالي نقطه تانية برضه دكتور خالد عدم وجود طبيب بيطري في التشكيل كله بتاع هيئه أيوة. الدواء ده بيقولوا في معناه ان ان الدواء البيطري وان الطب البيطري كله خارج هيئه الدواء يعني انا دلوقتي لما اعمل تشكيل لو انا فعلا كنت عاوز ادخل الدواء البيطري داخل الهيئه كان الزامي او كان يعني عقلانيا ان انا لازم أن احط تبع اللجنه اطباء بيطريين ما حطيتش اطباء بيطريين داخل الهيئه دل. يبقى كده خلاص انا بقول فيما معناه ان خلاص الدواء البيطري وكل المعاملات البيطريه خارج هذا القانون. ما دفصل احنا ده إحنا صالحنا بالظبط بالظبط ده في انا صح صح بقول لحضرتك ده في صالحنا كده اجزم فاحنا نشتغل على النقطه دي بالضبط ولكن القانون يشمل الادواء البيطريه فاذا هيطبق عليه هو في البند الماده الاولى متهيألي هي اللي فيها كلمه القانون القانون ذكر ذكر في توصيل يستخدم للانسان والحيوان القانون طبعا حضرتك عارف ان هو بيبقى ليه مقسم فلما بيجي الاول بيقدم توصيف للمصطلحات اللي هتوصف داخل القانون التعريفات التعريفات فلما جه اتكلم على المستحضر الطبي ضغط فيه ايه المنتجات الحيوانيه يعني هو قال كده بالظبط كل منتج او مستحضر يحتوي على اي ماده او مجموعه من المواد يستخدم بغرض العلاج او الوقايه او التشخيص في الانسان والحيوان تمام فده يشمل الدواء اللي بيقدم للحيوان اللي هو تابع لينا كاطباء بيطرين وبعد كده لما جه يتكلم سي الماده دي وبعد كده ما يعني لم يذكر لا ما خلاص هو احنا دلوقتي اتفقنا احنا اتفقنا دلوقتي, دلوقتي, دلوقتي على دلوقتي تعريف دلوقتي المستحضر المستحضرات الطبيه ما هو ده تعريف ممكن يبقى تعريف لكن ليس توصيات ما هو بعد كده الهيئة في او لحدود سلطات الهيئه في الدواء البيطري ما هو فندم بعد كده جه يتكلم في الاقتصاد التنظيمي احنا خلاص اتفقنا على مستحضرات الطبيه هكذا وكذا 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 لما دخلنا عند الاختصاصات التنفيذيه للقانون خلاص هو ذكر خلاص هو موضوع المستحضرات الطبيه بقى من ضمنها الادويه البيطريه هو كان المسوده اللي محطوطه للقانون قبل اقراره كان فيها حاجات كتير تخص الدواء البيطري وتم حذفها تمام وده وده يعني نقطه تحسب لينا تمام. كاطباء بيطريين انه انه في حاجات حذفت تمام كانت لو كانت استمرت في المسودة اللي مقدم بها مشروع القانون كان هيبقى الوضع يعني أشد صعوبة بالنسبة. تمام تمام احنا بنتكلم دلوقتي على تجربة عالمية التجربة دي موجودة عندنا دول ابتدت تنفذها تمام واقرب دوله لينا دوله زي دوله السعوديه النهارده بينطلب منهم ان هم يعملوا باي في عمليات التسجيل النهارده بيطلب منهم ان المخازن بتاعتهم تبقى على مستويات عاليه الكلام ده هينطلب مننا في الدوائر البيطري في الدوائر البيطري دكتور بس عشان من وقتنا يعني تمام. فانا انا كنت عاوز من حضرتك يعني ملخص او التوصيه بتاعت حضرتك في الموضوع ده عشان نقدر ان ايه التوصيه إيه بتاعتنا آه التوصيه بتاعتنا ان احنا بنتكلم دلوقتي على قانون هيطبق على السوق البيطري السوق البيطري سوق غير محدد جنباته يعني سوق بيتعرض لادويه كتير مش تمام. منضبطه بيتعرض كتير لدخلاء مهنه موجودين فيه في حين ان انا بتكلم على قانون منظم فالقانون المنظم اذا طبق على سوق مش منتظم اذا انا مش هستفيد من القانون القانون مش هيبقى في صالحي اما اذا انا كنقابه وانا كقطاع للاطباء البيطريين نظمت نفسي واستعديت للقانون فانا مستفيد من القانون يبقى احنا علينا ان ناخذ زمام المبادره يبقى هي من خلال ده اللي أنا إقرار فيه. قانون الطب البيطري واعتقد انه ده اللي انا ما يحتويه من مواد محطوط يبقى, آه. 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 يبقى اهم توصيه او اهم حاجه نخرج بيها ان احنا المفروض هذه الايام وفي اسرع فرصه نعمل عن طريق نقابه عن طريق الهيئه العامه للخدمات البيطريه عن طريق وزاره الزراعه عن طريق الاطباء البيطريين عن طريق جمعيات الطب البيطري تنظيم السوق بزبط. الادويه البيطريه تنظيم سوق الادويه البيطريه مطلوب جدا جدا الايام ديت بالظبط فدي النقطه والنصيحه والتوصيه اللي حضرتك بتقولها بالظبط آه دكتور مع خالد مع التاكيد على انه حق اصيل للطبيب حق طبعا, هو طبعاً انا وقتها قلت, ديه ديه قلت طبعاً. طبيب بيطري بدون ادويه بيطريه انا لا اعمل ده حق زبط. اصيل بس يعني, يعني لن نتخلى عنه مهما آه حصل دكتور خالد يعني عشان خاطر وقتنا تمام. اخر توصيه ليك للاطباء البيطريين لان انت بتخاطب اطباء بيطريين مصر أول حاجة أستأذنهم إنه لابد إنه الأربع سنين اللي جايين دول أربع سنين ليسوا من عمر المهنة فقط ده من عمرنا. من عمر كل زميل وعمر كل زميلة فأنا أدعوهم جميعاً للمشاركة الإيجابية قول رأيك، انزل قول رأيك، اختار من تشاء. كلنا زملاء وكلنا إخوة. من سيوفق سيعاونه الجميع. انزل قول رأيك، اختار من تشاء. لا لا لا, لا حجر على رأي أي زميل أو زميلة في اختيار من يشاء لتمثيله في النقابة العامة أو النقابات الفرعية فقط انزل نزول بكثافة بيؤدي أن في صورة ذهنية تصل إلى مجتمعنا وللأجهزة في أجهزة الدولة المعنية إن إن هؤلاء الممتهنين لهذه المهنة الجميلة يحبون مهنتهم ومهتمون ومهتمون بالتبعية ببلدهم طبعًا. من خلال دعمهم لمهنتهم كلمه للدكتور طارق عشان نختم وكلمه ليا بقى تحت امرك <applause> طبعا ده كل الكلام ليك دكتور محمد احنا بنتمنى من النقاب القادمه انها تبقى على درايه بمدى تقدم الدولة اللي احنا فيها الدولة النهاردة بتغير فاحنا بنتمنى ان احنا كمان نتغير طبقا لمعايير الدولة نتمنى ان احنا كمان نتقدم في مهنتنا نتمنى ان احنا نستفيد من كل القوانين اللي موجودة ما تبقاش القوانين اللي جاية هي في صالح الكل لإني يعني نتمنى إن احنا نكون أكثر مستفيدين من القانون ده، نتمنى إن يكون عندنا نقابة ومجلس نقابة واعي. إن شاء الله. تمام؟ ونتمنى طبعًا التوفيق للدكتور خالد، ونتمنى طبعًا التوفيق للدكتور محمد الله. بي بي بوجودكم ومشاركتكم بإذن ربنا سبحانه وتعالى كل الصور هتوصل بإذن ربنا. شكرًا دكتور شكرًا لدكتور خالد بنشكركم على تواجدكم معنا شكرا. وفي نفس الوقت بنقدم رسالة أخيرة للأطباء البيطريين. بنقول لهم فيها كل سنة طيبين كل سنة طيبين لمصر كلها بمناسبه راس السنه الهجريه ان شاء الله يوم الخميس شاء الله. وفي نفس الوقت بنقول ان احنا تملك اطباء بيطريين احنا بنحب المشاركه زي ما انتم عارفين بنحب نعمل ايفنتات في كل مناسبه فعاملين طبعا احتفاليه خاصه براس السنه الهجريه احتفاليه خاصه بعيد آه ميلاد آه منبر الاطباء البيطريين اللي هو دخل في اكثر من 13000 طبيب بيطري دلوقتي آه جروب فيت يونايتد كل الجروبات دي عامله ان شاء الله احتفاليه يا ريت كله يشارك فيها المشاركه هي اللي بتدي ثقه للاطباء البيطريين هي اللي بتدي ثقه للنقابه آه طبعا بدعوا جميع الاطباء البيطريين من كل قلب المشاركه في الانتخابات يوم الاربعاء 26/8 كله لازم تشارك كله لازم زي ما قال الدكتور خالد المشاركه دي هي اللي بتقول ان انت موجود هي اللي بتقول للدوله ان في طب بيطري الطب البيطري هو دلوقتي هو التطوير لمصر كلها لو اهتمينا بيه لو اهتمينا بتربيه الحيوانات اه والمزارع والثروه الحيوانيه دي هتدي دفعه جامده جدا للبلد هتدي دفعه للثروه القوميه بتاعتنا ويا احنا في الحلقات القادمه ان شاء الله يعني هنركز شويه في موضوع تربيه الحيوانات الاستثمار الداجني الاستثمار الحيواني الاستثمار السمكي ان شاء الله هيبقى معانا متخصصين في جميع المجالات في نهايه حلقتي بشكو نقيب العاصمه دكتور خالد سليم والتوفيق لحضرتك ان شاء الله وبشكو الاستاذ اللامع دكتورنا الجميل دكتور طارق اللمعي شكرا لحضرتك وبنشكركم جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته